قوم بإجراء زيارة ميدانية لمستشفى الطوارئ 100 سرير في مجمع الشفاء. هذا المستشفى ننتظره بفارق الصبر حتى يكون بديلا للمستشفى الجمهوري الكرباني، لحين بناء مستشفى 600 سرير عن طريق وزارة الصحة. الآن الكل يعرف ما تعرضت له المدينة من بعد داعش وعمليات التحرير. هناك 3600 سرير كلها دمرت من قبل داعش أو العمليات الحربية. مجمع الشفاء كان يضاهي مدينة الطب. اليوم أعددنا خطة من قبل المحافظة وكذلك دائرة الصحة نينوى أن يتم إعادة هذه المنشآت الصحية، ويتم إيجاد مخطط أساسي مجمع الشفاء حتى يتم المباشرة بإنجاز كثير من المراكز الصحية والمستشفيات والمراكز التخصصية. ولكن مع الأسف مستشفى الطوارئ 100 سرير صاحب الشركة والمقاول المتلكي، نحن سنكلف دائرة صحة نينوى ودائرة المهندس المقيم وأيضا مجلس المحافظة ومعاونية الإعمار باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة كل المقاولين والشركات المتلكية. لا مجاملة على حساب المال العام، لا مجاملة على المصلحة العامة لنينوى والموصل. كفى محاباة بالمتلكيين الذين يعني يتعمدون التأخير ويتعمدون الحصول على مدد إضافية وكذلك على كشوفات إضافية وعلى أوامر غيار إضافية. نحن سنقف لهم بالمرصاد عن طريق القانون وتعليمات تنفيذ الموازنة وكذلك تنفيذ العقود الحكومية. اليوم لدينا ثورة من الإعمار، علينا أن نحافظ على أن تكون هذه المشاريع تنجز في وقتها المحدد وكذلك تطبق المواصفات الفنية المطلوبة.